Record this. No, get off me. Record this, mamas. Bro, I socked the shit out of him in the ring. He had me. Everybody, keep your phone out. Keep your phone out. Everybody, keep your phone out. Everybody, keep your phone out. هذا الفيديو من مدينة فيلادلفيا الأمريكية. ليلة ساخنة عاشتها المدينة عندما انتشرت في شوارعها عمليات السلب والنهب للمحلات التجارية. مجموعات كبيرة من الشباب والشابات، منهم من كانوا يرتدون أقنعة، اقتحموا المحال التجارية وسلبوا كل محتوياتها، منهم من لاذ بالفرار ومنهم من ألقي القبض عليه. متاجر ملابس، متاجر أطعمة، متاجر أجهزة إلكترونية، لم يسلم أحد من موجة السرقة هذه والتي انتشرت فجأة من دون سابق إنذار في شوارع المدينة. هذه الظاهرة الجديدة تعرف في الغرب باسم فلاش موب روبري، أي بمعنى التجمع المفاجئ الذي يعتمد على الفوضى لتنفيذ عمليات سطو ضخمة تنفذ بشكل واسع في الدول الغربية وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن الفيديو الأبرز كان يوم أمس والذي التقط لمتجر أبل. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مدير مركز الشرق للبحوث دكتور سمير التقي. سيد سمير، مرحبا بك معنا. إذن كما رأينا في الفيديو وفيديوهات أخرى كثيرة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مجموعات كبيرة من الأشخاص ينهبون متاجر في وسط مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ما الذي يحدث في الولاية؟ الذي يحدث عمليا هو عدد من العصابات المحلية تقوم فجأة كما تفضلت بعمليات سرقة واسعة في حي معين، وغالبا هي أحياء يسود فيها السود. يعني نجد أن العصابات فيها السود والحي هو في حي أسود. هذا يؤكد على جانب رئيسي هنا، هو أن الطريقة التي تعالج فيها الولايات المتحدة الأمريكية موضوع الأمن على أنه مرتبط بقدرة الحي بالذات على تأمين أموال للشرطة ولضبط الأمن، هي أسلوب يعني في اعتقادي فاشل، ويؤدي إلى نشوء بؤر فيها فضاء وغياب لوجود الشرطة. إذا شاهدت بالأفلام، ما لا أعرف بالضبط إذا كان الفيلم قد عرض، ولكن من الواضح بأن عدد العصابة أكبر بكثير من عدد الشرطة. الشرطة هم أشخاص قليلون جدا، وبالتالي المشكلة الرئيسية هي نقص تمويل الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتباطها بالميزانيات المحلية. نعم. وأعتقد الآن سبق أن تحدث الرئيس بايدن حول الموضوع، وأعتقد أن الآن هذه الصدمات مفيدة ومهمة. هناك بعض الأحياء حتى في فيلادلفيا أغلقت فيها بعض المتاجر الكبرى، ليس بسبب سرقة من قبل العصابات، وإنما بسبب كثرة أعمال السرقة وعدم قدرة
الجهاز الأمني في هذه المؤسسات على منعها، لأن الأشخاص مسلحون، لأن الأشخاص يكونون على شكل عصابات صغيرة رغم أنهم يروهم يسرقون وإلى آخره. ولذلك هناك مشكلة. أعتقد هذه الحادثة مفيدة من وجهة نظر أنها يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التركيز في الولايات المتحدة الأمريكية على قضية الأمن الفردي، وخاصة في مناطق التي يسود التي فيها السود بشكل خاص، أو المناطق المهمشة أو الفقيرة. طيب، من هذه النقطة دكتور سمير، كيف ترى تعامل الشرطة الأمريكية مع حالات النهب والسرقة التي تحدث في الولاية؟ يعني واضح أنهم حتى بالصور التي عرضتوها هناك واضح تماما بأن أعداد ليست كافية، يحاولون ضبطهم بشكل أو بآخر. بلا شك أن هناك حاجة حقيقية من أجل أن يتم تدريب أفضل للشرطة، بحيث تكون أولا واعية لحقوقها ولحقوق المواطنين أثناء الاعتقال والتصرف معهم فيما يتعلق باعتقالهم. ولكن هذه ثغرة كمان أيضا، وتشير أكثر إلى خطورة استمرار نقص التمويل في جهاز الشرطة وتركه فقط ضمن الإجراءات المحلية الممكنة في منطقة معينة. وبالمقابل أيضا الأمر يشير أيضا إلى أن الشرطة يعني عددها قليل جدا، الأمر الذي أيضا يزيد من الضغط عليها، وقد ترتكب أحيانا مخالفات رئيسية تجاه المواطنين بسبب أنهم غير قادرين على ضبط الأمور، وقد يلجأون لعنف مفرط. بلا شك أن هذا الموضوع مشكلة حقيقية سيتطلب الأمر معالجتها على مستوى المجتمع ككل. نعم، ولكن يعني غير الأسباب التي ذكرتها، ما سبب هذه التصرفات وهذه السرقات وأعمال الشغب التي تضرب الولاية حاليا؟ يعني ما الذي يريده مثيرو أعمال الشغب؟ هل من مطالب معينة مثلا، أو فقط لغرض السرقة؟ لا يوجد، هذا ما حاولت أن أشرحه، من حيث أن المنطقة هي منطقة مهمشة، منطقة فيها عدد كبير من الفقراء، وأيضا منطقة يعني أغلب سكانها من الأمريكيين السود، وبالتالي يعني هو تجري في ذات الحي الذي يعيشون فيه، يعني ذلك عمليا بأن الموضوع لا يحمل مطالب سياسية ولا حتى مطالب متعلقة بالإدارة المحلية أو بالوضع في بالعكس تماما. في رأيي أنا هم يستغلون الثغرة حقيقية في أمن الناس. إذا انتبهتي هناك بعض مقاطع الفيديو يتحدث فيها المواطنون أنتم تسرقون أنفسكم، وهذه كتعبير مهم جدا، لأنهم عمليا يسرقون أهلهم. نعم. طب برأيك هل هذه الأعمال ستمتد ربما لتضرب ولايات أمريكية أخرى؟ يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أمام مشهد معقد مستقبلا؟ أتصور بأن ستحدث من آن لآخر، هي ليست نوع من الحملة. لا يوجد انهيار في موضوع الأمن المحلي في أمريكا، ولكن هذا يعكس بأن ثمة بؤر في الولايات المتحدة فيها غياب شبه كامل لدور الدولة، وغياب شبه كامل لدور الشرطة، وتسود فيها العصابات خاصة في بين المواطنين المهمشين وخاصة الفقراء من السود. وأعتقد أن هذه الظاهرة ستستمر، نشاهد منها بشكل يعني متباعد، هي ليست حملة ستتكامل. ولكن بلا شك أن هذه الحادثة قد توحي لعصابات أخرى في أماكن أخرى في الولايات المتحدة بالقيام بذلك، ولكن هذا كله يعود إلى تراجع دور الدولة، دور الأمن المحلي، لأن في الولايات المتحدة الشرطة هي مؤسسة محلية من الحي ذاته أو من المدينة ذاتها، وتمويلها أيضا يعني الأفراد هم من المدينة والتمويل يأتي من المدينة. ولكن هذا الموديل، هذا النموذج باعتقادي في أزمة شديدة.
نعم دكتور سمير، ولكن يعني ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا أوروبا شهدت في الأشهر السابقة الكثير من حالات السرقة والنهب، ولكن في أمريكا تحديدا كيف تؤثر هذه العمليات على صورة الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أنها مقبلة على انتخابات رئاسية؟ باختصار لو سمحت. الأمريكان لا يهتمون بصورتهم في الخارج كثيرا، يعني يهمهم أكثر هو تطور دخلهم يعني، لكن الصورة الأساسية التي تنتشر الآن هو الحاجة للوقوف في وجه ذلك التطرف اليساري الذي نشأ لفترة معينة داخل الحزب الديمقراطي، والذي كان يطالب بوقف تمويل الشرطة بعد قتلها بشكل غير مشروع لعدد من المواطنين. لكن هذا لا، بالعكس، الآن تسير الأمور في الاتجاه المعاكس، في اتجاه المزيد من التوظيفات الفيدرالية لتمويل الشريطات ودعم الأمن في الأحياء وخاصة الأحياء المهمشة. أشكرك جزيلا من واشنطن، مدير مركز شرق للبحوث دكتور سمير التقي.